بسم الله، دلوقتي هكتب بيانات المشروع، فاجي مثلا في فايل اقول له انفو واقول له بروجكت انفو، وابدا اكتب مثلا البروجكت كود بتاعي. مثلا انا مديله مثلا 000 البروجكت كاستم، البروجكت ديسكريبشن، مثلا سجن، مثلا ممكن تكتب بالعربي او بالانجليزي مفيش مشكله، المشروع ابو زعبل، البروجكت نمبر، البروجكت ستيت، تبدا تكتب المعلومات كلها وممكن تصدرها عشان تستخدمها بعد كده. يعني اقول له صدر لي دوت مثلا ب 2 3 امتداد اكس ام ال، تمام. لما تحب في اي وقت امبورت وتروح مدخل الملف اللي انت صدرته من شويه، فايل الانفو طبعا هتصدره في مشروع، يعني هتستورده في مشروع تاني، مش معقول نفس المشروع يعني، تمام. برضه ممكن احط نوتس بحيث ان اي حد يفتح المشروع في مثلا عايز يعرف ملحوظات الناس اللي اشتغلوا قبليه في المشروع، فيفتح كده فيلاقي في واحد كاتب لي كده يوم الاربع 10 سبتمبر اللي هتنسى تعقد في المشروع تخلص بسرعة، تمام، ملحوظة كويسة، واحد كاتب لي الملحوظة ديت خلاص ابدأ اشتغل عليها. عايز تكتب برضه ملحوظات مفيش مشكلة، يعني لكن انت تكتب زي اي حاجة انت عايزها، علم يا معلم مثلا، تمام. فهو يجي يلاقي المعلومة دي موجودة. انفو بلاقي ايه، بروجكت بريفيو، دي المشروع اللي احنا شغالين عليه دلوقتي. ممكن اجي هنا اقول له ايه بيست فروم توب ويندو، هياخد التوب ويندو ديت ويحطها لي هنا، تمام. براوزر لو انت عايز صور المشروع، في صور المشروع مثلا احنا عملناها، وليكن مثلا ديت مثلا اي صورة، يعني تبدأ تحط الصورة بروجكت بريفيو بيكتشر ويندو، اوكي.